ما كان بده يقدم الفحص اصلا، بس مسايره لرفيقه فات على الفحص يقدم الماده، انه يعني عسى ولعل. قام اجا نفس السؤال والوحيد يلي بيعرفه ويلي كان عم يقرا بالحديقه فنجح. طيب هذا اسمه حظ باعتقادك؟ نعم، ما له اسم ثاني ابدا. طيب دكتور مطنش، بعد هالاسهاب اللطيف بدنا نسالك سؤالنا المعتاد بالبرنامج. تفضلي. بتتذكر شي دكتور، شي حادثه طريفه او موقف طريف مرق معك؟ هو بالحقيقه ما شلون بدي اتذكر. ايه، في حادثه طريفه والها مساس بموضوع الحظ. يا ريت تحكي لنا اياها. هذا يا ستي عنا بالحاره اسكافي وبويجي، يعني العفو منك ببويلي صبابيطي وبرقع لي اياهم. دخلت مره لعنده حتى اصلح فرده صباطي وبوي الثانيه على بين ما تخلص الاولانيه. انا روح قلبي ام كلثوم يا دكتور، يعني سبحان الذي خلق لها الصوت. لو بتقول يا جمال البوبعه بتوقع الطير من عشه من فوق فراخه. ايه فعلا، ان كلثوم ام كلثوم لن يجود الدهر بمثلها سنتين. صوت صوت، شو الحكي شو الحكي يا ابو معروف؟ ايه والله صوت عم بيزقزق زقزقه وعم بيلمع لمع. لك شو انت عم تحكي عن صباط؟ شو عم يزقزق زقزقه وعم يلمع لمع انت الثاني؟ الله عليك يا دكتور، شو دماتك خفاف وحكياتك صراف. ام كلثوم يا ابو معروف دخلت التاريخ الفني من أوسع أبوابه مع عز الميلاء وإسحاق الموصلي وزرياب. أما أحمد رامي وبيرام التونسي والدكتور إبراهيم ناجي فأنا بشبههم بالغريض ومعبد. الغريض ومعبد ما كانوا أفضل أبدا. ومين غريض ومعبد دكتور؟ حكم أنا أمي أبي الله يوجه له بالخير ما حطني بالمدرسة، يعني طلعت ما بعرف الخمسة من الطمسة. هدول يا أبو معروف أساطين الطرب والشعر في العصور السابقة. لك شو بك أنت الثاني نازل نقر بصباطي؟ حاسس النقر براسي يا أخي. عفوا دكتور، أعطينا رجلك الثانية. إيه عفوا، إيه معك حق. وين الصباط؟ الحق بإيدك. الفرد الثاني عم يصلحها أبو معروف. خف إيدك أبو معروف، خف. إيه ما بقدر دكتور، لأنه اللي بين إيدي صباط مو خف. يا اخي خفاتك دمام، كماتك دفاف، دماتك خفاف. ابو معروف والله تملأني السعادة عندما ادخل لمرسمك، لمسلخك، شو بسمي هذا؟ لمحلك. اهلين بالدكتور سهيل. بكم يا سيدي بكم. وهي الصباط جاهز. خود يا هيثم، توصى يا ابني. تأمر معلم. يا نصيب يا نصيب المعرض 3 ملايين ليرة ب 200 ليرة، يا نصيب يا نصيب. أفايز أفايز. مر أبو معروف. شبك مالي من قدام بابنا مرور الكرام؟ لكان شلون بدي أمرق أبو معروف؟ مرور اللئام. فوت قلك فوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو عمي أبو معروف؟ بدك تشتري مني ورقة يا نصيب اليوم؟ ايه والله، هذا الدفتر لشوف. تفضل. صب له كاس الشاي لابو فايز يا هيثم. حاضر معلم. ما عندك دفتر تاني؟ بلا. شو بدك تنقي تنقاية عمي ابو معروف؟ ما عنا، تنقاية ما في. شو عم تبيع بندورة أنت؟ شايف شايف يا دكتور، أبو فايز عم يشتغل فينا اليوم. ها استوصى. لا عمي ما عم يشتغل بحدا. ها شكرا معينك. وهي دفتر تاني؟ هذا الدفاتر كلها لعندي. وهي سحبنا ورا. قديش حق أخي؟ معروف يا عمي 200 ليرة. وقديش قيمة الجائزة أبو فايز؟ 3 ملايين ليرة. يا بلاش والله. شو رأيك تشترك معي دكتور؟ ولا مالنا قد المقام؟ لا ولو فيك البير والخركة، فيك الخير والبركة. مدري شو صاير لي اليوم، أنا صاير لي شيء. لا عم بقول لحالي، يعني جاهل وعالي مشتركوا بورقة يا نصيب وحدة ما بتركب. وليش لحتى ما تركب بقى؟ بس بخاف إذا اشتركت معك انحسك، لأنه حظي معروف يا أبو معروف. سيدي أنت اشترك معي وبتبارك فيك، ما فيها خسارة. اسمع مني، هالورقة ربحانة. ها ما فيها خسارة، كلها الشغلة 100 ليرة، يعني احسب حالك بويت الصباط عندي 4 مرات.
هيك قولك؟ ما بعرف، أنا عم بنصحك، هالورقة ربحانة 100%، مو بكره تجي لعندي وتعمل لي كاني ماني وقت تربح هالورقة. وشو عرفك أنت إنه ربحانة؟ مثل ما عم بقول لك، أنا شايف الربح بعيني. طيب خذها لحالك، ليش عم تشركني معك؟ لأني بتمنى لك الخير مثل ما بتمنى لنفسي، غلط دكتور؟ لا مو غلط. الله يجبر بخاطرك وخاطري. وهي 100 ليرة أخي. يا سلام، وهي 100 مني صاروا 200. تفضل فايز، وهي دفاترك، بارك لنا أخي. إن شاء الله ألف مبروك. الله يربحك على هوانياتك أنت والدكتور. 100 أهلين بالفوز. أهلين سهلين أبو معروف. يلا سلام عليكم. مع السلامة، الله معك. الله يربحكم يا معلمي. قسما بالله إذا ربحت الورقة لطوب لك ربع المحل. دكتور هذا هيثم صلي أنا وياه عشة عمر أكثر من 18 سنة، ما هيك هيثم؟ شو 18 معلم؟ يقول 21 سنة بلا تخاف. الله لا يفرق بيناتكم سيدي. آمين. تفضل أخي. تسلموا دكتور. أهلين أهلين دكتور. الله يعطيك العافية. أهلين سهلين. خلي خلي مو محزن دكتور. على راسي. أهلين. تفضل دكتور. وهي نص النمرة. خليها معك. وعك تضوعها اكيد هي ربحانه. ها ايه ما راح ضوعها. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك دكتور. اخ علي لي الراديو يا هيثم. امرك معلي. وساوي لنا براد شاي جديد. على راسي. ونسيت الموضوع من عين اصله. يعني اعتبرت الموضوع مسايره لابو معروف. تعلم لي سينك. تسلم لي عينك. فعلا هيك اعتبرت الموضوع. طيب شو صار بعدين؟ يلي صار يا مرحومه البي هو كالتالي. يا دكتور سهيل طنش. مرحبا دكتور مطنش. اهلين وسهلين. خير ابو معروف؟ شو ادقها؟ لك شو ادق؟ خليني فوت هلا بلا فضايح. انا فضايح هاي؟ فوت لجوا فوت. ايه اسمع مني شبك ليش جاييني مثل مفروع؟ بتتذكر ورقة اليانصيب يلي سحبناها سوا؟ ايه بتذكرها، ما حلي انساها هرسا. ليك وين هون؟ ها يا سيدي رقمها 27752. ربحت الجائزة الثانية 2,000,000 ليرة. 2,000,000 ليرة يا دكتور. شو الحكي؟ دكتورين ليرة؟ 2,000,000 دكتور؟ مثل ما عم بقول لك، وانا قبضت 2,000,000 ليرة بنص الورقة تبعي من مركز الإدارة. ها شو؟ تفضل شو؟ شرف شرف شرف. لك ايه والله مزبوط. يحرق يخرب يلعن. لك قلت لك انه الورقة تبعنا ربحانة، ما كنت تصدق. العمى يا ناس العمى، انا وياك ربحنا؟ والله لابحث مركز مفتاح، لافتح مركز ابحاث باسمي واسمك واكتب هيك ارمة طويلة عريضة. مركز العلوم التجريبية بإدارة الدكتور مطنش والسكافي أبو معروف. طيب ليش ما نفتح أنا وياك مسلخ جلود ودباغة ومنكتب عليها بالخط العريض بإدارة أبو معروف السكافي والدكتور المطنش؟ يا سيدي ما بتفرق مندرسها، بس بدي أسألك سؤال يا أبو معروف. تفضل دكتور. أنت كنت واثق تمام الوثوق إنه الورقة رح تربح، فشلون عرفت؟ سؤال بمطرحه هذا يا سيدي، أنا مناماتي غالبا بتصدق. يعني شفت بمنامك انك رح تربح ورقة يا نصيب؟ ايه نعم، شفت بمنامي واحد عم بيقول لي خذ ورقة يا نصيب من هي بحاصل ضرب 7×7. انا ما كذبت خبر، ضربت 7×7 طلع معي 52، فسحبت ورقة من هي بالرقم 52 فربحت انا وياك. 7×7 52. فريدة يلا عيني يلا، لسه ما خلصتي؟